المجموعة الثانية عبقرة الأصحاب الموسم الرابع، والنتيجة السحبجية متقدمين 55، البصمة 30. والبصمة عندنا تغيير واحد، أحمد جمال نزل مكان أحمد السيد. ازيك يا أحمد؟ ازيك يا مسلم؟ مباراة صعبة وبقت خطر. صعبة بس يعني إن شاء الله نرجع، يعني الفرق مش كبير، شد حيلنا شوية بس إن شاء الله. والصحبجية عندنا تغيير واحد بس، مصطفى عماد نزل مكان أحمد هاشم. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله تمام. أحمد هاشم تألق وخرج بإذن الله، نكمل عليه. قولي بقى، مين اللي بيقرر مين ينزل مكان مين؟ عبد الرحمن؟ لا للأسف أنا طبعا. مين؟ أنا اللي بقرر. أنت اللي بتقرر؟ والله برافو عليك، لأنك طلعت لعيب قوي يعني. هي بتبقى تبديل وتوزيع. ديكتاتور ولا إيه؟ هو بيقول لنا أنا ديمقراطي بس ما ماشي كلامي اللي في الآخر يعني. يعني هو بيسمعكوا كويس جدا. بيسمعنا بعدين. وبعدين في الآخر ينفذ اللي هو عايزه. يا سلام على التواضع. بقعد دكة عادي. حلوة بقعد دكة دي. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. فقرة المعرفة أربع أسئلة. معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. من مكاننا. أول اتنين هيام وعبد الرحمن، عبد الرحمن وهيام. معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي القارة التي يوجد بها أكبر عدد من الدول التي يتحدث سكانها اللغة البرتغالية كلغة رسمية؟ صح. كم دولة؟ أنغولا، ساو تومي، و موزمبيق. لا موزمبيق انجليزي. و ثلاثة أربعة خمسة. ورأس الأخضر. رأس الأخضر. ثلاثة أربعة خمسة، لا ست دول. كاب فيردي. أنغولا. كاب فيردي. كاب فيردي. غينيا بيساو. غينيا بيساو. موزمبيق، ساو تومي، وبرينسيبي. الستة بتتكلم إسباني وبرتغالي. غينيا الاستوائية. 10 نقاط، إجابة صحيحة، برافو عليك. هيام اتأخرت. السؤال اللي جاي أحمد جمال ومصطفى عماد، مصطفى وأحمد جمال. رياضة، والسؤال هو: من هي أول لاعبة كرة قدم تسجل في خمس نسخ متتالية بالأولمبياد حتى عام 2023؟ برازيلية حصلت على لقب أفضل لاعبة في العالم ست مرات، منهم خمسة متتالية. مارتا. مارتا دا سيلفا. إجابة صحيحة. أسطورة الكرة النسائية، برافو عليك يا أحمد. أول لاعبة تسجل في خمس نسخ متتالية في الأولمبيكس. أحمد جمال غيرت النتيجة، 40 البصمة، 65 الصحبجية. مونيا ودينا، دينا ومونيا. تكنولوجيا، والسؤال هو: إحدى دول غرب أوروبا هي المنتجة لرشاش FN Mag، فما هي؟ رشاش متعدد من 650 لألف طلقة في الدقيقة الواحدة، بيستخدم في أكتر من 30 دولة، ومش إيطاليا ولا ألمانيا ولا إنجلترا ولا فرنسا. الله، ده أنا طلعت لكم أهم دول برا. يا نهار أبيض، مفيش أي محاولة يا دينا؟ ليه كده يا مونيا؟ من الخضة ما بتتكلميش. حد عنده إجابة؟ النمسا. لا مش النمسا. سويسرا. ولا سويسرا. بلجيكا. تاني سؤال ما تجاوبش في الحلقة. السؤال اللي جاي عدنان وأسماء، أسماء وعدنان، وسؤال في القدرات الذهنية. أيوة، إيد على البزر وإيد ماسكة القلم، أنتوا الاتنين تمام. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 963 على 9 في 6 يساوي كام؟ 963. عدنان. 642. برافو عليك، إجابة صحيحة. هارد لك يا أسماء. 642 فعلا. البصمة 50، الصحبجية 65،
ودلوقتي مع الفقرة التالتة، فقرة الفنون. الفنون، فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. الأسئلة هتعتمد على السرعة ليكم أنتوا التمانية. سينما ومسرح، والسؤال هو: فنانة عالمية قامت بدور تونيا في فيلم آي تونيا، فمن هي؟ دينا. مارجوت روبي. برافو عليكي، إجابة صحيحة. اترشحت لجائزة الأوسكار عن الدور ده. الفيلم ده حصل على 7.5 على IMDb. برافو عليك يا دينا، غيرت النتيجة. 75 صحبجية، 50 البصمة. أغاني موسيقى، والسؤال هو: من قام بتلحين أغنية الله أعلم للمطرب فضل شاكر؟ ملحن ومغني مصري. عمرو مصطفى؟ أعتقدش. لا، عمرو مصطفى إجابة خاطئة. الأغنية دي من كلمات إيهاب عبده. في إجابة؟ تامر عاشور. تامر عاشور؟ صح. أيوة، برافو عليك. صح، افتكرت. عجبني جدا، افتكرته والله. مصطفى عماد، برافو عليك، إجابة صحيحة، هو فعلا تامر عاشور. 85 الصحبجية، 50 البصمة. دايما عندك الإجابة التانية صح. السؤال اللي جاي: لوحات ومعالم، والسؤال هو: في أي دولة عربية يقع متحف دار السرايا الأثري؟ كانت قلعة بناها العثمانيون في منتصف القرن ال19. دولة شامية. سوريا. إجابة خاطئة، هي إجابتك التانية صح. أنا عارف القلعة بعد كده تحولت لمقر للحكم. المتحف ده مكون من 7 قاعات. الأردن. إجابتك التانية هي صح. نعمل إيه يا هيام؟ طيب خلينا أجيب الإجابة التانية بس من الاختيارات. خلاص ما تجاوبيش الإجابة الأولى وجاوبي الإجابة التانية. إجابة صحيحة، فعلا الأردن. السحبجية، 95، 50 البصمة. آخر سؤال في الفقرة، سرعة البديهة، والسؤال هو: كم مرة تكرر الرقم 9 من 990 إلى 1000؟ السؤال السهل اللي دايما بتجاوب غلط. كام؟ 19. إجابة خاطئة. اثنين وعشرين. كل مرة نسأل نفس السؤال. 22. نغير بس الصياغة ونغير الأرقام وتجاوبوه غلط. 91. 2 كده. 2. 22. جبت منين؟ هي 21. 22 صح يا مصطفى. هي 2 في 10 ب 20 و1 زيادة يبقى 21. جبت منين 22 يا أسماء؟ إجابة خاطئة. ولا يهمك. عادي زي ما مصطفى قال، فعلا 21. النتيجة في نهاية الفقرة: السحبجية 95، 50 البصمة. 3 أسئلة ما تجاوبوش في الحلقة، منهم السؤال الأخير ده اللي المفروض يتجاوب بمنتهى الهدوء. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 60 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 145 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري الداعم الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.